هيا هسه شلون قاعد جاني يمي؟ راح هسه اشتغل حسن، رجاء حسن طلاب عيني، انا فاتح الميت نظري وانا اتحكم بيه بدون زحمه جاي عليكم. ما اعرف حسن انت كنت موقف علينا الريكورد هسه، بس يعني راسا اشتغل كنت تسوي ريموف بي، لان انا فاتح السيطره يم كلكم. فالمهم مو مشكله، هسه خليني نبدي طلاب، خليني نبدي رجاء. هسه الماتلاب واضح لحضراتكم عيني طلاب؟ واضح زين. ما دام احنا بالنورمالايز هيستوغرام طلاب، كلكم تتذكرون هذا المثال اللي اخذناه، اوكي كلكم تتذكرون هذا المثال اللي اخذناه طلاب. طبعا انا ارجع واكرر، يعني من الفرعين بس اربعه تواصلوا وياي، كلش قليل كلش قليل. كان المفروض تتواصلون وتدزوا لي كودات، يعني هذا شغلك شلون ما تشتغل، انت دز لي كود، انت دز لي كود واني اشوفه. كل الكودات شفتها حتى مال هاشم وكلها ونبراس وهبه، كلهم شفت الكودات مالتهم. المفروض كان هاي فرصه لكم زينه وتاخذون بيها درجات، يعني انا يجوز اقيم على هذا اللي دز لي واللي ما دز لي اقيمه، لان اكو 5 درجات هي يعني للنشاط، فكان المفروض تدزون. زين طلاب، هسه احنا خلينا ناخذ الموضوع ببساطه. تتذكرون النورمالايز؟ تتذكرون هذا المثال؟ كان منطيني يعني منطيني قايل لي من الصفر للسبعة، يعني الرينج مالتي من الصفر للسبعة، أوكي. والصفر متكرر 790 مرة، والواحد 1023 إلى آخره. إجيت قسمت هاي القيم بالنورمالايز على عدد البكسلات، وقايل لي عدد البكسلات كان 4096، قسمتهم كلهم على 4096، طلعت لي هاي 19% وهاي 25% وهكذا إلى آخره. بعدين جيت رسمتها بإنستغرام من الصفر للسبعة، وسويت من النص، العفو يعني بديت من يعني من الصفر إلى الواحد، من الصفر إلى الواحد. طلاب هسه أنا إذا أريد أكتب هذا ببرنامج بالماتلاب، أجي آخذ الموضوع بكل بساطة، أجي آخذ الموضوع بكل بساطة. هسه أنا طالب اريد اول شيء، لازم اول محاوله الي، يعني انا طلبت من المسائي فتكودات جدا بسيطه، الصراحه نسيت اكلفكم بيها، قلت خلي اطلبها من المسائي، يعني ما حد سواها، ما حد سواها، ما اعرف ليش ما حد دز لي كود صحيح، ما حد دز لي كود صحيح. المهم المهم هسه احنا هذا المثال، هذا المثال امام حضراتكم، اريد اخلي اسويه برنامج. يعني صعب علي افتح ماتريكس من الصفر للسبعه، والنوب افتح ماتريكس اتخيل بان هي هاي الاعداد مالتها، ادخل بها هاي الارقام لحد ال 81، هاي الارقام بعدين اقسمها على 4000، اوكي 4096، واجي ارسم الهيستوغرام مالت. بكل بساطه اول شيء سووا محاكاه للمثال اللي انا معطيكم اياه. هسه انا راح اروح للماتلاب، هاي هسه قعدت، قلت خلي اسوي للطلاب فتشي المثال نفسه. طلاب هسه اني اول شيء اجيت فتحت ماتريكس سميتها اي، اوكي، والاي خليت بيها هاي الاعداد المتكرره، الصفر متكرر 790 مره، الواحد 1023، سويت ماتريكس، اوكي خزنتها بماتريكس. بعدين اجيت قسمت الاي، قسمت على من؟ على 4096، خليت دوت وخليت القسمه الديفيجن، اوكي، حتى شنو؟ كل العناصر يعني عنصر عنصر بالماتريكس مال الاي يتقسم على 4096، وهاي كنا نعرفها، اوكي طلاب اكو حد ما يعرف الهاي؟ خليتها بمتغير سميته الاي اس، اوكي. بعدين جيت عرضت القيم مال الاي اس حتى اشوفها قدامي، القيم مال الاي اكس لازم تطلع هاي القيم، هاي القيم تطلع 19% 25%، اشوف شغلي صحيح، اوكي. بعدين جيت سويت يعني ماتريكس سميتها اي، وخليت بيها من الصفر للسبعه، لانه هو الرينج مالتي كان من الصفر للسبعه، هاي من الصفر للسبعه. ورحت رسمت بستامب، هاي استخدمت الامر ستامب حتى ارسم الاكس والواي، الاكس والواي، اوكي الاكس اكسس والواي اكسس.
الاي هو شنو هي؟ هي من الصفر للسبعة هذا الرينج، والواي هذا الاي اس، مو صحيح طلاب؟ هسه اجي انفذ. اوكي طلعني نفس المثال، يعني شوفوا النتائج مالتي هو نفسه بالمحاضره. اوكي نفسه بكل بساطه بالمحاضره. زين انا راح اعطيكم بعد كود بس تعتمدوا مال هذين، يعني انا راح اعتمدوه. زين هسه اريد، انا طلبت من عندكم برنامج تسوون الهستوغرام نورماليزيشن، مو صحيح طلاب؟ وكنت منطيكم امر اسمه الايمج هستوغرام، وعرفتوا الايمج هستوغرام شي يرجع لي، شي يرجع لي الايمج هستوغرام، يعني نطي الماتريكس مال الصوره يبين لي كل بكسل كم مره تكررت ويرسم لي اياها، مو صحيح طلاب؟ كم مره تكررت ويرسم لي اياها، صح لو غلط؟ فس على سبيل المثال انا الواجب اللي طلبته من عندكم هو اول شيء تجون تقرون الكاميرا مان، تقرون اي صوره مو شرط الكاميرا مان، اي صوره ببالكم. اوكي هاي الصوره تقروها تخزنوها بمتغير، هذا المتغير راح يحتوي على كل عناصر الصوره، راح يحتوي على كل بكسلات، قيم البكسلات مال الصوره. بعدين اجيت حسبت السايز، هاي الامر هذا الداله احنا متجاوزيها، السايز مال الماتريكس، عرفت الرو والكولوم، حددت الرو والكولوم حتى احسب من عنده عدد الماتريكسات الموجوده بالصوره، احتاج الرو والكولوم. بعدين اجيت على امر ايمج هيستوغرام، هذا الايمج هيستوغرام سويت يعني سويت الايمج هيستوغرام للماتريكس مال الاي، اوكي وخليته بمتغير سميته جي، هذا الجي ايش راح يرجع لي؟ هذا الجي ايش راح يرجع لي؟ راح يقول لي مثلا الصفر كم مره تكررت، الواحد كم مره تكرر، وهكذا لل 255، صح لو غلط؟ فاني مثل ما سوتها زميلتكم هديل، سوت فور وقاعده تقارن، انا جيت استخدمت الايمج هيستوغرام، لان انا اخذنا هاي الداله وعرفنا بان هاي الداله تنطيني كل بكسل كم مرة تكرر، كل بكسل كم مرة تكرر. بعدين جيت سويت يعني مصفوفة صفرية، فتحت مصفوفة صفرية، أوكي بقد عدد الرو، بقد عدد الرو مال الصورة وكولوم واحد، أوكي خليتها بكولوم واحد بقد عدد الرو. أوكي ليش حتى أبدي أخزن القيم مالتي بمتغير، يعني القيم اللي أسويها من أجي أقسم كل عناصر المصفوفة أشوف كم مرة تكررت، هنا أنا من إجيت هاي العناصر كم مرة تكررت أجي أقسمها على number of pixel لازم أخزنها بمتغير، فأنا سويت لمصفوفة صفرية بعدد الرو والكولوم واحد، بعدد الرو والكولوم واحد. أوكي يعني طلاب سميته، خليته بمتغير سميته الزت. بعدين أجي أقسم العناصر كم كل عنصر كم مرة تكرر، أجي أقسمه على يمن أضرب الرو في الكولوم، يعني هو عدد البكسلات. أوكي فكل كل العناصر الموجودة بالجي راح تتقسم على الرو في الكولوم. فبالذات صار عندي بالذات، بس إذا نرجع هنا نتخيل بالذات صار عندي، صارت عندي هاي القيم الزت، صارت عندي هاي القيم الان كي قسمتها على الان في الان، هو الان الرو والان الكولوم. اوكي صارت عندي، خزنت بها هاي القيم. من صارت عندي هاي القيم واني اعرف الصوره مالتي جراي ليفل، فاجي احدد الرينج الجوه مالتها. اوكي يعني طلاب جيت حددت الرينج مال الاكسس اكيد هو من الصفر لل 255، والرينج مال الواي هو شنو؟ هو الزت. جيت كتبت ستام هذا الامر، هاي الداله ستام. اوكي هاي الداله ترسم يعني محور الاكس اكسس والواي اكسس. اوكي الاكس اكسس هو الاي من الصفر لل 255، والواي والواي اكسس هو الزت، صحيح طلاب؟ هسه ننفذه، المفروض يعطيني نفس النتائج اللي عرضت لنا اياها هديل، يا التنفيذ نفسه تماما، نفسه تماما، شوفوا نفسه تماما. هذا هو هذا اللي طلبته من عندكم طلاب، يعني انتوا لو ماخذين الموضوع ببساطه ومبرمجين، يعني حتى بيوم الامتحان لا تعقدون الموضوع على نفسكم، يعني
يعني حاولوا يعني ترى اذا انت الفكره مالتك اذا تعرف شنو الفكره بالضبط انت لازم تقدر تبرمجها. يعني ماكو مشكله بالاوامر، هسه هدي البرمجه بطريقه، اني بطريقه، هاشم بطريقه، هبه بطريقه، نبراس بطريقه، كل منه طريقته. المهم احنا نباوع على النتيجه، يعني اني اهم شيء اشوف النتيجه بس اباوع على الكود. يعني خو مو واحد يجي راهم لي ارقام، يعني هاي صدفه هاي الصوره هيك تطلع، صدفة عندنا هاي الصورة هيك تطلع. يعني إذا نغير غير صورة مثلا عندنا المون يمكن أكو منتف. أوكي شوفوا هاي غير صورة. أوكي هاي المون، المون ذيك بيها هواي سوادات وبياضاتها قليلة، هاي صورة غير صورة. أوكي يعني طلاب أكو حد ما افتهم هذا الكود؟ طلاب هي ترى مو العبرة بأن أنا أشرح لك وأنت تفتهم، أنتو كان لازم كلكم تحاولون بلنطيتكم إياه. أنتو لو تحاول وتسمع من عندي بعدين صدقني بعد يعني أي سؤال يجيك تحله، بس أنت لازم تحاول، لازم تسوي ترينينج بينك وبين نفسك. ترى يوم الامتحان فقط للمراجعة، يعني مو مال قراية. يعني أنا أقول لكم إذا بيوم الامتحان تقعد تقرأ وتحفظ يعني أنت راح تجيني منهك وتعبان، ما راح تقدر تفكر، تجيب لك أي سؤال ما تقدر تفكر به. فأنت حاول بس تقرأ قراءة سريعة، هي مجموعة برامج تطلع البرنامج بس تفتهمه كلش كافي. وهاي الدوال كلها بسيطة اللي احنا أخذناها، يعني إيمج هيستجرام. وما أعتقد أنت إذا قاعد على قدام حاسبة ودالة جاهزة نسيتها تقدر تطلعها، تقدر تشوفها أصلا. فماكو شيء أصلا يحتاج أنت تحفظه وتتعبيه، أنت مجرد أن تفتهم أفكارك ترتبها بيوم الامتحان تقدر تحل أي سؤال أجيب لك إياه. أوكي طلاب عيني، أكو واحد عنده سؤال على على الهستجرام، الهستجرام نورماليز. أستاذ بس صيغة السؤال يعني تجعل هستجرام يا سؤال هذا المثال. هسه مثلا هذا المثال نعم محمد. محمد يعني إذا قلت لك يعني إذا صيغة السؤال قلت لك سوي لي للصورة كاميرا مان طبق لي النورماليز هستجرام، النورماليز هستجرام، فأنت تحل لي هيك. يعني هذا صيغة السؤال، إذا طلبت منك هاي الصيغة تحل لي. نعم واضح أستاذ. اي انا ترى بعدني ما حاط الاسئله طلاب، بس هي الافكار تجيني، يعني الافكار تجيني بوقتها واسوي لكم الاسئله. بس انا دا اريدكم يعني انتم شلون تفكرون. يعني هسه انا لزمت هاي المشكله، هذا السؤال لزمته بكل بساطه. اول شيء يعني جيت على المثال، يعني جيت على المثال اللي مال المحاضره. اوكي يعني انتم تقدرون تتحكمون به، الماتلاب كلش بسيط، هي ماتريكس. يعني سويت ماتريكس، ماتريكس يعني كل بكسل كم مرة تكررت خليتها بماتريكس هاي القيم وقسمتها على 4096 المتغير مالتها، وبديت قريت رينج من الصفر للسبعة وهذا الستامب رسمتها. أوكي وبعدين رحت للمثال هذا، زميلتكم هديل اشتغلت يعني ما اعتمدت الدالة الجاهزة. أوكي طلاب ما اعتمدت الدالة الجاهزة، طلعت اليونيك مالتهن واشتغلت وبدت تقارن حتى تعرف كل واحد كم مرة تكرر ونتائجها صحيحة وبرنامجها صحيح، برنامجها صحيح. هي كانت دازت لي الفيجار 3 وفيجار 2 دزت لي ياهن، ما دزت الفيجار 1. فأنا من شفت الفيجار 1 يعني شفت بأن هو حلها صحيح، يعني حلها صحيح 100%. فطلاب بهاي البساطة يعني أنت قدامك أنت تتحكم، أنت إذا عندك الأفكار وعندك ومفتهم هي مجرد دوال جاهزة، ترى ما يحتاج تتعبون كلش هواي بالمادة. يعني ما يحتاج، أنت تعرف نوع الصورة وتعرف القيم اللي بالبكسلات. يعني أنا ليش قلت من الصفر لل 255؟ لأن عرفت هاي صورة جريسك، يلا هذا المدى مالتها. أوكي طلاب هسه ما عندكم مشكلة بالهستجرام نورماليز؟ زين
خلي نجي، تتذكرون طلاب الهيستوغرام موديفيكيشن؟ كان عندنا ثلاث شغلات بالموديفيكيشن، وهي الستراتش، وهاي المعادله مالتها، هاي الفانكشن مالتها، والشرينك، وهاي المعادله مالتها، والسلايد، هاي المعادله مالتها. صراحه انا ما طلبت من الصباح، طلبت من المسائي، يعني نسيت اطلبها من عندكم صراحه، فات الوقت. طلبت من المسائي، قلت لهم يابا هاي كل السهله، اكتبوا لي اياها ببرنامج ودزوا لي اياها. وعليها يمكن قلت لهم ثيرد بلس، مو لا مو دبل بلس، يعني شجعتهم بشكل مو طبيعي صراحة. بس اثنين دزوا لي، بس طالبين دزوا لي، طالبة وطالب، أمل وعلي، علي قائد، بس اثنين دزوا لي، وحلهم كان مو صحيح. يعني طلاب هسه انتوا هاي المعادلة الله عليكم صعبة تسويها بالماتلاب؟ هسه انا اذا جبت لك فد معادله واقول لك سوي لي اياها بالماتلاب، يعني ممكن ترى اجيب لكم هيك بالامتحان، ممكن افد فانكشن من الفانكشنات، اوكي انا اغير بيها واقول لك سوي لي، جيب اكتب لي اياها ببرنامج. يعني ما اعرف، انا بعدني ما حاط الاسئله، بس ممكن اذا اجت ببالي ترى هي مو عمليه صعبه. زين هسه هاي الفانكشن صعبه نحولها بالماتلاب؟ انا اشوفها كلش بسيطه وما بيها كل شيء. هاي الفانكشن راح نقرا يعني الصوره نحولها، يعني بالايمج ريد راح نحولها الى ماتريكس، كل عناصر المصفوفه نطرحها من اصغر عنصر بالماتريكس مال الصوره، ونقسمها على اكبر عنصر بالمصفوفه مال الصوره، نطرح من عنده اصغر عنصر مال الماتريكس مال الصوره. ورا ما تكمل هاي العمليه نجي نضربهم، هاي البكسلات كلها راح تطلع لي، راح تطلع بقد عدد البكسلات مال الصورة، نجي نضربها الماتريكس ناقص المينيمم، نضربها بهاي القيمة، نطرح الماتريكس من المينيمم نضربها بهاي القيمة، القيم اللي راح تطلع لي مال الصورة كلها نجي نجمعها من المينيمم، نجي نجمعها من المينيمم. أو تسوون هاي العملية كاملة وتجون تضربوها بهاي العناصر، نفس الشيء نفس الشيء، يعني تطرح وتجمع وبعدين تضربها بالعناصر مال الماتريكس، نفس الشيء. زين عيني طلاب، دكتور بس بالنسبة للهوم وورك، يعني بالنسبة لي ما كنا ندري، وما حد ما بلغني. نعم نعم، هو مو هوم وورك، يعني انا طلبته من عندكم يعني حتى نشاط لكم، وانا اعرف يعني، بس العفو انت كنت محاضر عبد الصاحب، اي بس المفروض دكتور تسال يعني زملائك. دكتور والله لو مسوي يعني لو مسوي لنا اعلان بالجروب كان صار لنا تبليغ، ما يبلغ اكو طلاب منا وما بينا زين يدرون بالشي وما يجون يبلغون ابد. زين زين العفو، الشير بروح. انا شيرت لكم اياه ثاني يوم مال الستراتش وذني، لا العفو انتم مال الهيستغرام، هذول الصباح المسائي. نعم دكتور. أه والله ما ادري، يعني عبد الصاحب كان المفروض تتواصلون، يعني هو العفو بالمحاضره اي شيء نبلغ به المفروض يعني الكل ملزم، لو متواصل ويا واحد من الزملاء سائله والله مشكله دكتور ما عجايات حكي حتى عجايات ليدي ان شاء الله عجايات. انتم من صراحه من الالكترونيك ما حد دزي عبد الصاحب والله، ولا والله ما طالب، عندنا علم، والله ما كان عندنا والله ما اعرف كان اكو طلاب حاضرين. المهم المهم ان شاء الله خير ان شاء الله بالجايات بالجايات ان شاء الله، بعد نعتمد عليكم بكل البرامج ان شاء الله. خلاص ان شاء الله، الله يسلمك طلاب. يعني تتذكرون هذا الاكزامبل مال الستراتش؟ هسه احنا خلينا نجي ندخل هاي الماتريكس، يعني بدال ما اقرا اني صوره راح ادخل هاي الماتريكس السبعة على 12 الثمانية، يعني هاي الماتريكس تتكون من 3 رو و 3 كولوم، وهاي العناصر مال الماتريكس. اوكي كدي من السبعه تنتهي بالواحد، والماكسيمم 255 والمينيمم صفر، ونجي نطبق هاي الفانكشن. انا اشوف هيك برنامج يعني هذا كلش بسيط، وحتى بوقته يعني اعطيتهم التفاصيل للمسائي، بس ما ادري ليش ما تفاعلوا، ليش ما تفاعلوا ما ادري. طلاب هسه اني هو المثال نفسه باعوا، انا ما قريت الصوره، ما قريت الصوره، سويت لها بيرسنتج ووقفتها، اجيت نفس القيم مال المثال اللي اخذناه، تتكون من هذا السطر الاول، هذا السطر الثاني، وهذا السطر الثالث. اجيت اكيد انتم تعرفون كل سطر ندخله نحط فارزه منقوطه، العفو حتى نروح للسطر الثاني بيناتهم فارزه منقوطه، هذا الماتريكس.
دخلت العناصر مال الماتريكس وخليتها بكابيتال اكس، متغير سميته كابيتال اكس. بعدين النمبر اوف ماكسيمم متغير خليت بيه 255، والنمبر اوف مينيمم خليت بيه الصفر. اوكي خليت بيه الصفر، اجيت سويت ايمج شو للاكس. طبعا هنا ما نحتاج، هاي ما يحتاج ايمج شو للاكس لان هاي مو صوره، لان انا كنت هنا معتمد على المون، بس هاي مو صوره، هاي ما تطلع عندكم صوره طلاب، هاي ما تطلع، هاي القيم مستحيل تطلع صوره. فهذا الفيجر 1 ويا الايمج شو ما تحتاجه، بس لان انا اعطيت هنا قيم الاكس خليتها بعناصر مال ماتريكس. زين هسه هنا جيت عرضت العناصر مالتي، يعرض لي اياهن 7 12 8 وهكذا. بعدين اجيت اريد اصغر عنصر بهاي الماتريكس، اصغر عنصر بهاي الماتريكس شلون اطلعه؟ اكو داله جاهزه اسمها مينيمم. اوكي اصغر عنصر، اصغر عنصر بالماتريكس مال، بالماتريكس مال الاكس اجي اطلعها من هنا اقول مينيمم الاكس كولون، راح يرجع لي اصغر عنصر موجود بالماتريكس. شنو هو الاصغر عنصر؟ وهو الواحد. زين اريد اكبر عنصر من خلال الداله الجاهزه وهي ماكس، واختزنها بمتغير واحد. الاصغر عنصر سميته ام مينيمم والام ماكسيمم. اوكي اصغر عنصر واكبر عنصر، اعتقد هاي الدوال الجاهزه انتم تعرفوها، المينيمم والماكسيمم. بعدين هسه اجي اطبق الفانكشن مالتي. الفانكشن مالتي شو تقول لي طلاب؟ شو تقول لي الاكس؟ الاكس هي شنو؟ هي كل عناصر، هي كل العناصر مال الماتريكس مالتي. اوكي اجي من اقول ناقص الام مينيمم، راح يطرح، راح يطرح من كل العناصر واحد، يعني هاي راح تصير 6، هاي راح تصير 11 وهكذا. من كل عناصر الماتريكس يطرح من عندها واحد. ليش واحد؟ لان هي المينيمم، الام مينيمم هي واحد حسب هذا، هذا اصغر عنصر هو الواحد. اوكي طرحناه. بعدين شو اسوي؟ بعدين شو اسوي؟ هاي العناصر حتى كلها اقسمها، حتى كلها اقسمها على الام ماكسيمم ناقص الام مينيمم، يعني اكبر عنصر بالماتريكس ويا اقل عنصر بالماتريكس. اوكي اطرحهن والقيمه مالتهن اقسمها ويا هاي الماتريكس، فاحتاج هاي الدوت ديفيجن، دوت ديفيجن حتى اضمن بدون الدوت ما يصير. دوت ديفيجن هاي انتم تعرفوه حتى من تتعامل ويا الماتريكس، حتى من قيمه قيمه تقسم، يعني قيمه قيمه بالماتريكس تقسمها على الماكسيمم ناقص المينيمم مال الصوره، مال الاري مالتك، مال الماتريكس مالتك. زين بعدين هاي القيمه انا خليتها بالاكس، رجعتها بالاكس. زين الاكس اجي شنو؟ اضربه. اوكي الاكس هم اضربه، النمبر اوف ماكسيمم ناقص النمبر اوف مينيمم، يعني هاي 255 ناقص 0 زائد 0. هاي هاي احسبها يطلع هنا 255، فكل القيم راح تنضرب في 255. وجيت سويت الايمج شو، هاي اذا كانت صوره، وعرفت القيم مالتي، وعرفت القيم مالتي. هسه خلينا ننفذ، خلينا ننفذ. شوفوا لي اصلا ما عندنا صوره طلاب، احنا ما عندنا صوره، بس انا جيت سويت، شوفوا قيمة الاكس عرفت لكم اياها. شوفوا نفس المثال، شوفوا ايش طلعت لي نتائج 80. اوكي 147 طلعت لي نفس النتائج، يعني بالماتريكس من اجيت سويت للاكس، نفذت الاكس بالكوماند ويندوز طلعت لي نفس النتائج. يعني طلاب بالكوماند ويندوز جيت نفذت هذا 80، هذا 147 طلعت لي نتائج. زين هسه انتم ترون مو الا شرط هاي الماء تحط هنا بيرسنتج، تحط هنا بيرسنتج وتروح تقرا اي صوره، تروح تقرا اي صوره، هاي صوره المون مثلا او الكاميرا مان براحتك، اي صوره ببالك تروح تقراها وتطبقت. شوفوا انا ليش تقصدت خليت لكم هذا الماتريكس والمثال. شوفوا المون هاي الصورة بها سوادات وبها ألوان، مجرد ما سويت لها سراج تحولت إلى باينري،
لأن القيم مالتها هزيلة، القيم مالتها هزيلة، بعد تحولت إلى باينري صفر وواحد، يعني صفر وميتين وخمسة وخمسين مو واحد، لأن ماكسيموم مسألات إذا نصعد نشوفها بعد 255 القيم مالتها هزيلة، فبينت عندي باينري ايمج. هي مو باينري ترى، هي مو باينري، لأن ما دام تقرأ 255 هي مو باينري. طلاب عيني واضح الستراتش؟ اكو حد مفتهم رجاء؟ واضح واضح دكتور. اكيد الكل نبي كل شيء طلاب، والله كل شيء نبي، يعني انا متفاجئ، يعني ما حد حل من الطلاب، بس انا متاكد يعني لو انتو كان حليتوه. استاذ عيد العاده سريعه، تدلل تدلل عيني علي، علي عيني، هسه انا راح اسوي بيرسنتج نفس المثال، وانت شي يجيك تقدر تقرا بس الصوره وتسويها. عاد بدل ما اروح اقرا صوره واخلي العناصر، اجيت العناصر مال هاي الماتريكس اعتمدت نفس المثال اللي موجود، نفس الاكزامبل اللي اخذناه، هذا الاكزامبل مال ستراتش، هاي الماتريكس مالتي والماكسيمم والمينيمم نفس القيم، فاجيت هذني القيم اريد ادخلها بمصفوفه، اوكي اريد ادخلها بمصفوفه، راح اصير بهالشكل اكس 7 12 8، هذا اول رو، حتى اروح للرو الثاني اخلي فارزه منقوطه 20 9 6، حتى اروح للرو الثالث 10 11 5 اخلي فارزه منقوطه. زين، نمبر اوف ماكسيمم هي 255 والنمبر اوف مينيمم هي الصفر، هذا مجرد متغير وانطيته قيمه ابتدائيه. زين، هسه انا هاي الفيجر 1 اكس هاي تحتاجها اذا كان عندك صوره، بس انت عندك ماتريكس، لان تعرفون هاي القيم ما نقدر نرسم بها صوره. زين، اجيت هنا أنا حتى اطلع اصغر عنصر، علي اصغر عنصر بهاي المصفوفه، اكو امر، اكو داله جاهزه اسمها مينيمم، وتقرا هذا تقرا هاي المصفوفه ترجع لك اصغر عنصر بهاي المصفوفه، فاحنا اصغر عنصر بالمصفوفه مال الصوره من خلال المينيمم، اوكي الاكس كابيتال كولوم، هذا راح يرجع لي اصغر عنصر بالمصفوفه. زين، الام ماكسيمم شي يرجع لي؟ يرجع لي اكبر عنصر، بس اكتب ماكس اكس كابيتال بين قوسين كولوم، اوكي يعني طلاب راح يرجع لي اكبر عنصر بالمصفوفه، اكبر عنصر بالمصفوفه كان 20 عندنا، اوكي 20، فهنا راح يصير 1 وهنا يصير 20. بعدين اجيت كتبت الفانكشن ماتي، هاي الفانكشن ماتي يعني. طلاب هاي الفانكشن اريدكم تكتبوها بالماتلاب، انت هنا عندك ماتريكس تطرح من عندها قيم، قيمه ثابته، هاي القيمة الثابتة راح يطرحها من كل، يعني من كل بيكسل من كل عنصر ماتريكس، صح لو غلط؟ زين، من نريد نقسمها، يعني هاي قيم الماتريكس نريد نقسمها على هاي القيمتين، فاحنا لازم نحط دوت. شوفوا هنا هو افتهمها لما كتبت له ناقص، بس هنا أنا ما أضمن منها، فانطيت الدوت، الدوت ديفيجن حتى أضمن يطرح، يعني هاي الماكسيمم ناقص المينيمم، يعني ال 20 ناقص ال 1 19، ال 19 راح يطرحها، العفو راح يقسمها على كل عناصر الماتريكس. النتيجه مالتي رجعت خزنتها بالاكس، النوب قلت الاكس ورا ما كملت هاي العمليه اجت هنا اكو ضرب ديفيجن، العفو ملتيبليكيشن، اوكي اكو ضرب، اجت كل عناصر الماتريكس مالتي اضربها في اولا الماكسيمم ناقص المينيمم، هذا الماكسيمم 250 50 ناقص المينيمم زائد المينيمم، خليتها بين قوسين، اعطيتها اولويات وخليتها بين اقواس، يعني ادي هاي العمليه كلها تطلع فد رقم معين ويبدي يضربها، ويدري يبدي يضربها بكل بيكسل بالماتريكس، والنتيجه مالتي هاي كانت. اوكي يعني نفس المثال نفس النتائج مالتي، واضح علي؟ واضح استاذ ان شاء الله. طلاب زين، هسه اذا نروح هذا الستراتش، زين اذا نروح للشرينك، الشرينك بس هاي المعادله ما اختلفت ولا هو نفس الشيء؟ المعادله ما اختلفت، نقعد نرتب المعادله مالتنا، هذا الشرينك طبعا انا هم وقفت الصوره وجيت دخلت ماتريكس ونفس المثال،
7/12/8/9/20/9/10/15/1 الشرنك ماكسيمم 100 والشرنك مينيمم 20 نفس ما منطيكم بالمثال. يعني هذا الشرنك ماكسيمم 100 والشرنك مينيمم 20، يعني انا اريد اضغطها اوكي، وتجون تطبقون هاي المعادله. والله هاي كلش بسيطه اوكي. الشرنك ماكسيمم يعني 100 ناقص 20 80، 80 تقسمها على اليمن، تسوي هاي العمليتين، يعني اصغر عنصر بالماتريكس اكبر عنصر بالماتريكس، تطرح من عنده اصغر عنصر بالماتريكس وتقسمها على هاي القيمه الفوق، راح تطلع لك النتيجه. النتيجه تبدي تضربها بكل عناصر الصوره، بس قبلها شو تسوي؟ تطرح من عندها المينيمم مال الماتريكس مال الصوره اوكي، وبعدين تزيد الشرينك، بعدين تزيد الشرينك. وانا كتبت لكم اياه برنامج اوكي. هسه احنا عرفنا المينيمم والماكسيمم مال، نجي الشرينك ماكسيمم. هذا الشرينك ماكسيمم 100، 100 ناقص 20، وجيت قسمته. بعد ما يحتاج هنا بيرسنتج، العفو ما يحتاج دوت، ما يحتاج دوت، لان هنا راح يحسب هاي العمليه بها اولويه بين قوسين، ويبدي يقسم، يبدي يقسم. النتيجه خلاها باكس 1، فاكس 1 جيت ضربته بكل الماتريكس مال المصفوفة، بس قبلها اطرح من عندها الايمج، الايمج مينيمم، الايمج مينيمم هي هاي الحسابيه، اصغر عنصر بالمصفوفة، يطرح من عندها واحد، يحسب النتيجه مالتهم، يبدي يزيدها ويا الشرينك مينيمم اوكي. وهسه سويت لكم شو لها، شوفوا ايش طلعت، 45 66 49. خلينا نروح نشوف المثال، شوفوا هاي 45 66 49 اوكي. زين زين، السلايد الاكزامبل مال السلايد، السلايد كلش بسيط، السلايد هو كلش بسيط. يعني هذا السلايد تجي تدي اوف سيت مثلا تقول 10 وتزيدها، هذا قيم مال المصفوفه زائد الاوف سيت، وهذا هو والسلام. طلاب اكو احد ما فهم هاي البرامج؟ وهي كلش بسيطة. هذا الأوفسيت، السبعة صارت 17، الاثناعش العفو أنا شقد زيدت الأوفسيت، شقد خليته الأوفسيت 10 العفو، إيه السبعة صارت 17 والاثناعش صارت 22 والثمانية صارت 18 وهكذا وهكذا. اوكي يعني طلاب اكو حد عنده سؤال استفسار؟ اكو حد ما يفتهم؟ اكو حد ما يفتهم هاي البرامج؟ طلاب اكو سؤال اكو استفسار؟ رجاء امتحانكم ان شاء الله يوم الثلاثاء باذن الله. طلاب استاذ بالنسبه للماده استاذ مو قلت راح احذف لكم مواضيع؟ اي علي علي انا صح قلت لكم، بس يعني اذا احذف موضوع يجوز من اجيب لك فت سؤال تحتاج الاوامر مالته، واحنا ما اخذنا شيء هسه عدلت لكم اياها ما